قناة آلا أحمد. كان هذا فيديو أول فيديو بتشوفوه لي، لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب الأحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس الصغير عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله، ولا تنسوا كمان تعملوا هذا الفيديو لايك وتشاركوا مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. اشتقتوا لهذه المقدمة صح؟ حتى أنا اشتقت لها كثير كثير، واشتقت لكم أنتم، واشتقت لكل حاجة في القناة، اشتقت لتفاعلكم كل حاجة. أكيد الآن أنتم مستغربين ليش آلاء غابت عن القناة وهذه الفترة كلها، وإيش السبب أصلاً؟ لأني اختفيت فجأة كذا، فصلت ملح ودبت. Oh my God! Wow! السبب هو أن القناة وصلت فيها المرحلة أنه بدأت تأخذني من حياتي، كل وقتي بقضي في أني أبحث وأقرأ وأدور وأصور وأمنتج، يعني في أشياء كثير غبت عنها، ما عشت يعني ما عشت حياتي بالشكل الصح، وما وزنت بين اليوتيوب وبين حياتي العادية، فعلشان كده هذا الشيء سبب لي ضغط، وبالمقابل ما في تفاعل بالقناة، يعني ما وصلت للي أنا طامحة له. راح تقول استمري وكذا صح، هذه اللي تفتح قناتها قبل سنة قبل كم شهر، بس مو للي تفتح قناتها قبل، يعني أنا لما فتحت القناة فتحتها قبل كم سنة، فحبيت أخذ لي استراحة، وكان المفترض أصلاً أني أخذ هذه الاستراحة أو هذا البريك لمدة أسبوع أسبوعين، هذا اللي كنت أنا مخطط له، ولكن فجأة الأيام مرت وكذا، الأيام هذه الأيام بتمر بدون ما نحس، ومر يوم ورا يوم لحد ما فقدت هذه الفترة كلها، والآن رجعت. شكرا لكل شخص سأل عني، شكرا لكل شخص راسلني وقال لي فينك، شكرا لكم كلكم كلكم كلكم. فأني رجعت، إن شاء الله الفيديوهات الجاية تعجبكم وتنبسطوا فيها وتشيروا كذا وتنتعش القناة، لأن الآن القناة أكيد طاحت لأني غايبة عنها فترة مو بسيطة، فترة كبيرة. يلا ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ترجع القناة احسن من قبل كمان، ونزل فيديوهات واي فيديو كمان تحبينه قولي تحت الكومنتات. والان خلونا نبدأ الفيديو اللي انا جايت لكم اليوم فيه. الفيديو اليوم عطيت قلت لاختي تعمل لي صندوق عشوائي، انا عطيتها فلوس وهي وبعت على دوقها تجيب لي اللي هي حبته، فأنا مش عارفة صراحة إيش داخل هذا الكرتون، فراح نفتحه سوا. يلا نبدأ. يلا بسم الله. صراحة جدا متحمسة للكرتونة، نفسي أشوف إيش اللي جواتها. الله مليانة، نشوف ايش هو الحاجة. شو هذا؟ ها تبع الحواجب، شفتوا السنان؟ ايه هو اللي بيعمل كذا، بيرسم الحواجب بيخليها زي الشعرات، فهذا كنت ادور عليه، كويس انها جابت لي اياه. تسلم. نشوف شو اسمه؟ أظافر تركيب. أنا بالعادة ما بركب في أظافري لأن أظافري بسرعة بيتكسروا علي، فهذا لقوا الصمغ تبعهم، فأنا ما أحب الأظافر، بس راح أجربهم، حبيتهم. شربات، شوف الكياتة، شوفي شربات كيف كيوت، حلوين حبيتهم. هيا ايش الان؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ بندانة صح؟ بندانة. الان هذه البندانة فهمت الفكرة، البندانة من هنا لون، يعني الان فيها اربع الوان، بدل ما اشتري كل بندانة لحالها وكل لون يكون كامل لحاله، فهم استغلوا انه خلوا اربع الوان في بندانة واحدة، كل ما ابغى بندانة كل ما ابغى لون او البس حجاب، هذا لا انا مش نفسي اللي لابسته، فكل ما ابغى بندانة اي كل ما ابغى لون البس على حجاب تحته بندانة لون، فهذول سووا لي الاربع، صراحة فكرة جنن جنن جنن، حبيتها. يلا احسن ما تعمل لي ربشة بين البندانات اللي معايا، فهذه حلوة. ايش هذا؟ ها اوكي فستان قصير، شوفوا شكله مرة يجنن، وأنيق أنيق جدا، واللون كمان حلو حبيت اللون،
دارج الموضة هذه السنة؟ لا والله هو من السنة اللي فاتت الموضة صح؟ بس أنا أشوفه بكثرة هذه السنة في السوق. لبس حلو اللون جدا حلو، والتصميمه كمان حلو. أوكي هذا كيس سواته. إيش اسمه؟ لياف بادي شوب. اللونين كمان حلوين وكيوتين. حبيت الألوان، بحب الألوان الفاتحة الفرحة. ها أوكي جابت لي سكانول. هذا السكانول معروف إنه بينظف البشرة، بس هي جابت لي إياه بالبابايا. أنا معايا واحد بس بالليمون، فهذا بالبابايا راح أجربه. شكله حلو. أوكي حجربه. هذا ايش؟ هذا البخاخ الاوليفيرا صح؟ ايه. هذا بخاخ الاوليفيرا اللي بيعمل تبييض ونضارة للبشرة. بيقولوا حلو، انا بشوفه في النت بيقول عليه حلو كذا، بس صراحة ما جربته. فهم شكلهم شافوه، شافت شكله هي، شافته في النت وجابته لي، فرح اجربه ان شاء الله. اذا طلعت الاشياء حلوة يعني كذا واعطتني مفعول، راح اعمل لكم ريفيو على كل الاشياء اللي جابوها. برضه مناكير اللون مرة يجنن، اللون في الكاميرا اللون بس حلو. صح مش أغلى، ما أدري اليوم كل شوي جالسة أشوف حالي شو أنا لابسي. إيش هذا؟ هذا بخاخ معطر للجسم. بريحة العود بس شكله، بس ريحة حلوة، بس ما نكهة العود. أجربه برغم إني ما أحب ريحة العود كثير، بس بحب ريحة البخور، فراح أجرب ريحة العود. منال إيش؟ روج. روج لونه أحمر. وهذا كمان روج ثاني تشابه له، هذا لونه أحمر، هذا لونه وردي. الله جينا للعشق. شوفوا حجابات، أحب الحجابات بشكل طالع فيها الألوان مرة تحفة. كيف طالعة؟ مرة حلو، اللون حلو ما عندي زيه، ولا هذا اللون كمان ما عندي زيه. طالع كيف طالعة؟ مين أحلى، هذا ولا هذا؟ صراحة الاثنين، أنا بالنسبة لي الاثنين حابة ألوانهم. بعدين نشوفهم في المراية. وايتس اللي هو مزيل المكياج تقريبا، هذا وايتس معروف مزيل المكياج. الليمون كمان يعني ريحته حلوة راح تقول. فرشاة الكريم أساس أو الفاونديشن، هذه حلوة الفرشاة جدا رهيبة. الله الله الله، شوفوا شوف الحلاوة. السويرة صح؟ مرة حلوة شكلها يتجنن، فيها لمعة حلوة رهيبة. جابت أغراض كثير حلوة. وهذا كمان روج نفسه بالله، نفسه بس بيختلفوا في الدرجات. كأجربكم كمان مناكير. اليوم توسط فيا بالمناكير والروجات، معي مريوجات ومناكير، عارفة ايش احب اصلا. وهذا ايش؟ تنت. تنت كنت فاكرة مناكير. هذا تنت حلو، بحب التنت اصلا. جايبت لي رموش،
بالعادة أنا ما بحط ترمس، جابت لي حاجات أنا ما بحطها، بس أوكي رح أجرب. شكله مش كمان مرة يتجنن حلوين. كمان كمان مناكير، المناكير لونها أحمر تحفة، باين عليهم مات صح؟ إيه حلوين. عايش كمان شرابات. جابت لي شرابة. هذا أكثر حاجة هم بيضيعوها علي، أخواتي الثنتين بيضيعوا علي الدبابيس، فشهرياً لازم لي حبة زي كذا شهرياً، لأنهم كل مكان بتلاقوهم معتورين، كل مكان مرمين هذول ال شو اسمه الدبابيس، فكويس إنها جابت لي، عارفة إن هي بعدها راح تستخدمهم علي. هذه بيوتي بلندر، بلا أنا برضو ما أستخدم بيوتي بلندر، فراح أجربها كل مرة أقول بشتريها ولا أشتريها، ما أدري ليش ما أرتاح لهاش، وإن شاء الله هذه راح أجربها وإن شاء الله يا رب أرتاح لها، وإن شاء الله نشوف أساور، حلوين الأساور، مناسبين للابستهم أنا أشوفه. والله مناسبة، جيبي لي مقص، ما ينفتح بكذا، خلاص، برضه هذا مزيل مناكير بس على شكل أوراق، بحبه كثير هذا، الله الله الله، جايبت لي أحلى فاونديشن، سيفورا مرة واحدة، جايبت لي سيفورا. يلا كويس حطه جنب اللي معي، هذا سيفورا كل جربت كل الماركات تبع الفاونديشن، بس فاونديشن سيفورا توب، يعني كذا عملي اكثر واحد، اكثر واحد من بين الفاونديشنات كلها هو العملي، راح حبيته احلى شيء. ايش هذا؟ تبع ال شو اسمها؟ منشفه تبع الشعر، نفس هذه. اوكي بس هي هذه هي هذه هي، بس افتح خاصة بالشعر يعني. شوف وبعدين اسوي كذا تصير كذا، حبيتها. اوكي كيس، تتا محلاها تتجنن، جدا كيوت، رهيبة رهيبة رهيبة، ايش رايكم فيها؟ حبيت مرة حلوة، اللون يجنن وشكلها حلو ورهيبة وحجمها كمان حلو وكيوت، حبيتها. شوفوا قولوا لي ايش رايكم فيها، حلوة صح؟ يسلم وجنن. باين عليها بيجامة اذا انا مو غلطانة. شوفوا هذا البلوزة بجامة صح؟ على بجامة على شكل عفريتة كذا باينة. اوكي شكلها مرة حلو ولونها حلو، مرة حلوة حبيتها، وبعدين كمان باردة مع الصيف حتتجنن. في حاجة كمان في كرتونة، نشوف الله، شوفوا متقبينها صح مع الشنطة. اوكي هي جزمة، حسكم الله كذا،
جسم هذه الشنطة وتسوي هذه الجسم وهذه الشنطة. صح بعيدين بس أوكي التبسوا مع بعض. متقاربات يعني هذه فاتح وردي برتقالي فاتح وهذا برتقالي غامق. بس الشنطة تفوز أكثر من الجسم. بس برضو حلوة يعني مش سيئة. ايش هذا؟ حريتك. اوكي فهذا كونسيلر مصحح الاخطاء للمكياج. حلو راح استخدمه. حاجة الكرتون خلاص كملت الكرتونة. هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. انبسطت كثير بالأغراض وعجبوني كلهم. وتسلم إيديكي. وصلنا لنهاية الفيديو وإن شاء الله يكون الفيديو مع نفسك مو لكم لها. وصلنا لنهاية الفيديو. شاركوا الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه مثل ما أنا استمتعت بالأغراض. أنا اللي ألبس وكشخ وأنتوا بس طالعوني. والله أشوفكم فيديو جديد. باي باي.